التشرف بيكي. مهندسه ابتسام احمد، ربنا يخليك، صاحبه المزرعه هنا، وفضل الله عندنا شركه توريدات غذائيه. احنا فين بالظبط؟ احنا هنا في مزرعتي في على طريق العالمين، اول وادي النطرون هنا ان شاء الله، طريق مصر اسكندريه الصحراوي. بقالك قد ايه في المكان ده؟ انا بقالي اكتر من حوالي 8 سنين، داخله في 10 سنين ما شاء الله. البير اتنفذ من 10 سنين ولا ابتديت تستعمل نفذت البير بعد كده؟ لا، هو البير موجود من 10 سنين بس كانت ميته كويسه، بدات مع مرور الوقت الميه تملح وتزيد ملوحه، وده كان بيسيب اثر سيء جدا على التربه وعلى النبات، وكنتش بقدر ازرع محاصيل معينه. يعني لما يكون عندي نسبه ملوحه توصل ل 3000 جزء في المليون، لو جينا نسال خبراء الزراعه نقول لهم نزرع ايه، هيقول لك ابعد عن الارض. هيقول لك مهما تصرف انت عندك مشكله. حاولت تحل المشكله دي ازاي قبل بقى ما توصلي لمرحلة الجهاز؟ للأسف ما كنتش بقدر أزرع غير محاصيل معينة، زي الرمان كده ما قلنا، البصل، بنجر السكر، النخل البرحي، هم الأربع حاجات دول بس اللي بقينا نزرع. كانت إنتاجيتهم برضو مرتفعة مرضية ليكي؟ إلى حد ما كانت كويسة، بس ما وصلت المية ل 3000 جزء طبعا بقت تأثرت جامد، الدنيا توقفت. طيب لما يجي أتكلم على إن أنا أقتنع إن أنا أستخدم تكنولوجيا زي دي لأول مرة، يعني انت بقالك 10 سنين قلت لي هنا في المكان، والزراعه في مصر تعتبر الى الان نمطيه، احنا بنشوف الشيء نتعود عليه ننفذه. خدت القرار ده ازاي؟ والله انا كنت دايما بحب احضر المعارض عشان اشوف الجديد وادور واشوف ايه اللي ناقص عندي وممكن اعمله او ايه اللي ممكن استفيد بيه من المعارض ديت. وبالصدفه قابلت دكتور محمد وقابلت وشفت المعرض بتاعهم وبيتكلموا ازاي عن الجهاز، فقعدت معاهم واتكلمت وشرحوا لي فكرته، ودي كانت اول مره اعرف ان في جهاز بالشكل ده، فعجبتني فعلا الفكره جدا. ولما لقيتهم ان هم شركه كبيره ما شاء الله عليهم يعني وكده، طبعا اكيد يبقى في مصداقيه في الكلام، فعلى طول اتعاقدت معاهم ورحت لهم المكتب بتاعهم في اسكندريه وتعاقدت معاهم وجبت الجهاز وشغلته. وبفضل الله من بعديها زرعت البرسيم الحجازي وزرعت الغله القمح وزرعت فول وبدات ازرع وزرع بصل وزرعت فول صويا وبدات ازرع المحاصيل اللي انا ما كنتش عارفه ازرعها قبل كده. الكلام ده بقى له قد ايه؟ من ساعه ما خدت الجهاز يعني دلوقتي في سنه وثلاث شهور دلوقتي. النتيجه ابتدت تظهر بعد قد ايه لما اشتريت الجهاز؟ بتزرع المحصول على طول انا بزرعه يعني. مثلا شهرين ثلاثة ابتديت تشوفي النتيجة عنه؟ طبعا. الرمان بقى اختلف، يعني انا هكلمك على محصول بيتحمل درجة الملوحة، اختلف الرمان بعد تركيب الجهاز برضو في الانتاجية بتاعته؟ والطماطم حضرتك اختلفت جامد جدا، طماطم انتاجيتها الفدان قبل الجهاز ممكن مثلا لو بيجيب سين مثلا طن، لا بعد الجهاز بيجيب 3 طن ما شاء الله. بالنسبة لمعدلات التسميد هي ولا في اختلاف فيها؟ برامج التسميد والله انا ما حبيتش ان انا اقلل في تسميدي، خفت بصراحة، فانا بحط نفس كميات التسميد. دي حالة يعني كلامك فيه مصداقية جميلة، يعني عجبني ان انا مش هقول لا اصل انا قللت السماد جبنا دي. انا ماشي على برامج التسميد بتاعتي علشان احافظ على الانتاجية. انما يعني انا عايزك برضو لما تسالي المتخصصين وتشوف التجارب اللي حصلت تبتدي تراجع الموضوع ده شويه، هتوفر معاكي يعني هتخفف الضغط على الارض كمان من الاسمده الازوتيه. اكيد ان شاء الله. البرسيم الحجازي اخباره ايه؟ ممتاز ممتاز، وبصراحه بناء عليه انا فكرت في مشروع انتاج حيواني وجربت في مجموعه من المواشي يعني حوالي 10 قطع، قلت اجرب فيهم كده ان ربنا اراد ولقيتهم حاجه كويسه اوسع، والحمد لله بزرع لهم برسيم حجازي وفي الارض تحت زرع لهم البونيكام، وبرضو بزرع القمح السنه زرعته خدت التبن بتاعه، وبرضو زرعت شويه طيور كده يعني بعمل حاجه يعني كده اكتفاء ذاتي كده يعني. جربت تسقي الحيوانات دي من الميه المعالجه المغناطيسيه؟ هم بيشربوا منها. بيشربوا منها؟ بيشربوا منها. ما انا هجيب ميه منين؟ عشان اروح اجيب ميه من بره هتبقى مكلفه، فعلا انا حاولت اجيب ميه حلوه من بره من قريه اسمها الشجاعه جنبينا. جات لي في التنكات، وكان عندي حمام سباحه هنا عاملاه للاولاد ففضيت الميه فيه، بس للاسف اتعكرت وتلوثت ما قدرتش اشرب. قدرت احتفظ بيها؟ لا ما قدرتش احتفظ بيها. فاضطريت ان انا افضل اسقيهم من هنا، بس عادي النتيجه كويسه يعني ما فيش مشكله بالنسبه لي. هي المساحه عندك هنا قد ايه؟ حوالي 40 فدان. مركبه فيها كام جهاز؟ هو جهاز واحد. والنتيجه في ال 40 فدان واحد؟ لان هو مش مزرعه محاصيل مختلفه، فمش كله بيشرب في وقت واحد. أيوة. يعني انا عندي دلوقتي الرمان صايم يعني شبه صايم ما بيشربش، لان خلاص النخل برحي في الصيف بيشرب مثلا 3 مرات في الاسبوع او 4 مرات، النهارده في الشتاء بيشرب مره او مرتين في الاسبوع. برضه البرسيم ما بيحتاجش ميه كتير قوي في الشتاء، المحاصيل في الشتاء يعني تنوع المحاصيل مديني امكانيه ان انا اقدر اكتفي بجهاز. أيوة. حلو. انت عامله تركيب محصول مختلف فتقدري تبدلي. لكن لو ان كل المساحه مزروعه محصول واحد مضطره طبعا اركب اكتر من جهاز.
الشغل في القطاع الزراعي ممتع بس شق جدا ومجهد جدا. اذا لحضرتك يعني انا بشكرك، وهو ده نموذج فعلا للمرأة المصرية اللي بتشتغل وبتشقى في مجال صعب جدا، وبعدين حتى يعني استخدام العلم في الزراعة بيبقى شيء مقلق، لان انت بتغامري بموسم مش بتغامري في حاجة. طبعا طبعا الواحد لما بيجرب شيء بيبقى قاعد حاط ايده على قلبه اشوف اذا كان النتيجة هتبقى فعلا كويسة ولا لا، بس بفضل الحمد لله ربنا برضو ما بيضيعش تعب حد الحمد لله. هو بس اللي بصراحة وعايزة اقولها للناس كلها ان احنا لازم نتقي الله في عملنا، ان العمالة هي اللي صعبة مش الزراعة اللي صعبة، ولا الامكانيات ماشية، حتى طبيعة التربة الحاجات دي مشاكل نقدر نتغلب عليها، انما مشاكل البشر هي اللي ما بنقدرش نتغلب عليها. في عمالة كويسة وعمالة للأسف بتتعب جدا وتخلي ممكن الانسان ييأس ما يفكرش ان هو يزرع ولا يفكر ان هو يعمل حاجة تانية. العمالة طبعا بيشتغل، هو المفروض لو هينتج مثلا ال- 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 كمية الانتاج دي في ساعة، هو بينتجها في 3 ساعات في 4 ساعات.